السلام عليكم خوتي، لاباس؟ كلشي مزيان، كنتمنى كلشي يكون على خير وبخير. بالنسبه لاخبار المنتخب الوطني المغربي، بغينا نشارك معكم في هذا الفيديو بعض الجديد ديال المنتخب المغربي. بداية غنتكلموا على مرابط، اللي بزاف ديال الاخبار كتقول باللي مرابط غادي توقف جوج الماتشات على المباريات الرسميه اللي عند المنتخب المغربي. وراكم كتعرفوا المنتخب المغربي عنده رسميات جوج اللي جايين، طريق ديال زامبيا وديال الكونغو الديمقراطيه على حساب كاس العالم. ولكن بالنسبه للاخبار المقربه من الجامعه الملكيه المغربيه، فكيقولوا باللي مرابط ما كاينش هذا الخبر، مرابط غادي يوقف غير ماتش واحد، هو الماتش ديال زامبيا اللي غادي يكون عندنا ان شاء الله في 6 يونيو، ومن بعد منه غيكونوا من بعد 3 ايام غيكون الماتش ديال الكونغو الديمقراطيه، فغادي يكون حاضر ان شاء الله وغيسافر مع المنتخب المغربي. بالنسبه لوليد الركراكي، فغادي يسافر ان شاء الله لسانتياغو برنابيو باش غيحضر المباراه ديال مانشستر سيتي وريال مدريد. علاش؟ غادي يشوف ويوقف باش يحاول يتعلم من انشيلوتي شي شويه كيفاش كيوظف انشيلوتي اللاعب ابراهيم دياز، لان كما شفتوا الاخوان فابراهيم دياز بالنسبه للمنتخب المغربي ما عطاش داكشي اللي كيتمنى الجمهور المغربي. هو صحيح لعب بطريقه رائعه، دار اللي في جهده، جرى 30 كيلومتر في جوج ماتشات اللي لعب مع المنتخب الوطني المغربي مع انغولا وموريتانيا. هذه احصائيات كتكلم على اللاعب، اما بعض الاحصائيات فكنشوفوا في ماتشات ديال ريال مدريد فكيجري اقل مجموعه من المباريات، جرى فيهم وعطى فيهم، يعني كيكون عنده واحد النجاعه لا في الهجوم، مساعده الهجوميه كما كتشوفوا من اسيست، من اهداف، من طريقه اللعب مع ريال مدريد، فكتكون واحد النجاعه كيستافد منه ريال مدريد باقل جهد. فابراهيم دياز كيلعب لك واحد كيجري لك واحد 10 15 كيلومتر، ولكن كتكون عنده فعاليه في الملعب، العكس اللي شفنا مع وليد الركراكي. وهذا الشيء علاش وليد الركراكي غيمشي لسانتياغو برنابيو غيحضر الماتش ديال مانشستر سيتي وريال مدريد باش يوقف على ديك النقط، كيفاش كيوظفوا انشيلوتي داخل الملعب، كيفاش كيستافد من ابراهيم دياز باقل جهد، وفي نفس الوقت كيكون عنده نجاعه وكيكون عنده فعاليه في الملعب. يعني هذه من جهه، من جهه واحده اخرى نتكلموا على الملعب اللي غادي يستضيف النهائي ديال كاس العالم. كما كتعرفوا كاين واحد الصراع كبير ما بين المغرب واسبانيا، لان البلدان الاخرى كامله وخرا سته البلدان غادي تشارك في هذا كاس العالم، كلشي كيعرف ربما اللي ما عارفش. ف ملعب ديال الافتتاح ولا ماتش ديال الافتتاح غادي يتقام في امريكا، بعد امريكا اللاتينيه بالولايات المتحده الامريكيه والمكسيك وكندا، هما اللي غادي يستضيفوا الافتتاح ويلعبوا تقريبا واحد 3 ولا 4 الماتشات تما، عاد غادي يجيو يسافروا لعندنا هنا في الشمال ديال افريقيا وفي القاره الاوروبيه، يعني ما بين المغرب والبرتغال واسبانيا. فالجاره البرتغال مكتافيه، كتقول لهم انا ما بدلتش واحد المجهود كثير، يعني عندها ملاعب واجده، داك الملاعب اللي واجده وعندها الملعب ديال اودراكا وديال البرتغال وشي ملعب واحد اخر ديال لشبونه ولا ملعب واحد اخر، يعني جوج ولا حتى ثلاثه الملاعب هما اللي غتشارك بهم في كاس العالم. فهي ما عندها غرض انها تلعب يلعبوا في الملاعب ديالها الفينال ولا الدومي فينال ولا شي ماتشات كثار، فما عندهاش مشكل، داكشي اللي جاب الله تبارك الله. ولكن الصراع كامل كاين ما بين المغرب واسبانيا، اول حاجه على شكون اللي غادي يصادف النهائي ديال كاس العالم. وكيف ما كتعرفوا المنتخب المغربي فعنده ملعب في بن سليمان ان شاء الله الرحمن الرحيم، غيكون من اكبر الملاعب اللي غتكون في المغرب، حيث السعه ديال الملعب غادي تتسع ل 130 الف متفرج، العكس اللي كاين في سانتياغو برنابيو. وشكون اللي ما كيعرفش سانتياغو برنابيو؟ ملعب كبير كاين في اسبانيا، الملعب ديال ريال مدريد، ولكن السعه ديالو كتسع يلا ل 88 الف متفرج. هو صحيح ملعب ايقونه، ملعب كبير، ودابا مازال حاليا في هاد الماتشات اللي كتلعبوا وكيتلعب فيه ريال مدريد مازال اشغال كاينه فيه، مازال كل مره كيزيدوا نويطه كيزيدوا حاجه، يعني مازال الجماليه ديال الملعب مازال كتزاد، يعني من هنا لكاس العالم وفينال كاس العالم فربما غيبان لك عاوتاني شكل واحد اخر. ولكن الفيفا في الغالب كتقر وكتشهد وكتعترف بداك الشيء اللي كاين، يعني اللي كاين على ارض الواقع. فالملعب ديال سانتياغو برنابيو حتى لدابا عنده واحد نسبه مئويه كبيره باش غادي تكون فيه النهائي ديال كاس العالم. علاش؟ لان داك العام اللي شفتو بلاطير جوزي بلاطير زار البلاد ديالنا باش نظموا كاس العالم ديال 2010 اللي داتو لنا جنوب افريقيا، فكان عندنا كلشي في المستندات وعلى الوراق، ما كانت حتى شي حاجه على ارض الواقع. فالفيفا منين مشات لجنوب افريقيا لقات الاشغال، لقات شي حوايج يعني جنوب افريقيا كتقدم فيهم كتخدم عليهم، يعني عندها واحد النيه ديال ان غادي تنظم كاس العالم، ماشي انك كتصوب لي داكشي في التصاور وفي الوراق وكتعطيني وكتقول لي اشنو غندير واشنو غندير.
ولكن في الواقع مازال ما عرفناش داكشي واش غيطبق ولا ما غيطبق. داكشي علاش ان الجامعه الملكيه كنتمنى انها تشارك مع الجمهور ديالها الجمهور المغربي الملاعب فين وصلوا، لان احنا دابا واقفين على جوج ديال التظاهرات كبيره، منها كاس افريقيا 2025 اللي غادي يكون في بلادنا ان شاء الله من هنا واحد العام، وعندنا هاد الكاس العالميه اللي غتكون بالمشاركه ديال الثلاثي او ديال يلا فاموس البرتغال اسبانيا والمغرب. فعلاش لما لا ما تشاركوش معنا الاشغال فين وصلت، الملاعب اللي تقدمت فيها الاشغال، الملاعب اللي غادي توجد، الملاعب كيفاش غادي توجد وفين غادي تكون وفوقاش، يعني من حق الجمهور المغربي حتى هو يستطلع، لان كتهمو هادشي كيهمو المنتخب المغربي والاخبار ديالو كامله والبلاد ديالنا اللي غتنظم بحال هاد التظاهرات اللي هي كبيره وعالميه واي بلد يتمنى ينظمها. فكما قلت هاد الملعب اللي ان شاء الله الرحمن الرحيم ديال الخيمه اللي غيكون على شكل خيمه بحال اللي شفنا في قطر راس التمامه ومجموعه من الملاعب عربيه على شكل داك الطربوش، داك الشكل ديال العرب، يعني كيعطي واحد شويه من التقاليد ديال البلاد ديالهم. فتحنا ان شاء الله الرحمن الرحيم غيكون كيرمز للتبوريضه والخيل والخيمه يعني اللي كنشوفوه في المواسم، فهذا رمز وشعار من التراث من التقاليد ديال البلاد ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم. غيكون على شكل ملعب وملعب كبير اللي غيكون كيضاهي الملاعب العالميه ان شاء الله الرحمن الرحيم. كنتمنى يوجد في الوقت ويكون في الوقت ويكون هو اللي غادي يربح بالتنظيم ديال النهائي ديال كاس العالم ان شاء الله الرحمن الرحيم. اما بالنسبه لنقطه واحده اخرى غنتكلموا على نصير المزراوي والمركز الجديد ديالو ان شاء الله، اللي كلشي كيعرف ان نصير المزراوي صراحه مظلوم مع المنتخب الوطني المغربي، لانه لاعب كبير، لاعب مني كان في اياكس امستردام، كلشي كيعرف نصير المزراوي كنا كنطالبوا به انه يكون كيلعب في المنتخب الوطني المغربي، ومنين جا المنتخب الوطني المغربي فلقى البلاصه ديالو كاينه محجوزه من طرف حكيمي، كلشي كيعرف ان حكيمي كيلعب ظهير ايمن ونصير المزراوي اصلا كيلعب ظهير ايمن، ولكن مع المنتخب ما كيلعبش ظهير ايمن. علاش؟ لان حكيمي هو مادام انه من النجوم الاولى في المنتخب الوطني المغربي فما يمكنش انك تخرج حكيمي وتلعب نصير المزراوي، تقريبا بحال بحال يعني وليد الركراكي كيعطي الاسبقيه لحكيمي في المركز ديال الظهير الايمن، وبالتالي كيبقى نصير المزراوي كيلعبوا على الجهه اليسرى كظهير ايسر في مكان عطيه الله. ولكن باش تلعب في واحد المركز ماشي ديالك فخصك تعطي واحد الجهد مضاعف وتعطي واحد تبذل واحد المجهود اللي هو كبير وخرافي، ويا ربي تجيب داك المستوى اللي مطلوب منك ولا ما تجيبوش. ولكن للاسف فنصير المزراوي مازال ما شفناش داك نصير المزراوي اللي كنتمناو نشوفوه مع المنتخب المغربي. هو مع البايرن ميونيخ وتعطاته هذا المركز الجديد اللي هو الجناح الايمن، الجناح الايمن اللي في المغرب كيلعبوا حكيم زياش، ومع التراجع المستوى ديال حكيم زياش اللي شفنا في جوج مباريات التوالى ديال التوقف ديال مارس كونتر انغولا وموريتانيا، فلما لا مع بعد الاجتماع اللي دارته الجامعه الملكيه المغربيه بقياده فوزي القجاع وحضور الركراكي ومجموعه من الطاقم التقني ديال المنتخب، ففكروا هاد التفكير ديال ان نصير المزراوي يكون على الجناح الايمن، لانه هو في السرعه ما شاء الله، في التمرير، في العرضيات موجود. ربما على حساب القراءه ديال المباريات، على حساب شنو غيكون عندنا في الماتشات، على حساب النتيجه ديال المباريات، لان كل ماتش والقراءه ديالو والتحضير ديالو، فربما الى بغى يلعب حتى حكيم زياش فغيدفع به المركز ديال ميليو تيلا ولا مركز ديال العشره ولا ملعب ديال محور بوكس وبوكس. المهم غادي يكون نصير المزراوي في الجهه ديال حكيم زياش ديال حكيمي عفوا، يعني كظهير ايمن حكيمي وكجناح ايمن نصير المزراوي. تصوروا معايا ديك الجهه كيفاش غيكون، ديك الكوروار كيفاش غيكون من ناحيه السرعه، السرعه ما شاء الله اللعابه جوج بهم بسرعة. فكنتمنى يكون حل من الحلول الانجع بالنسبه لوليد الركراكي، لان في ظل هذا العقم الهجومي اللي كيعاني منه المنتخب المغربي، وهذا راجع لمجموعه من الماتشات، ماشي غير الماتشات بجوج توالى اللي تلعبوا دابا في المغرب، فمجموعه من الماتشات كنعرفوا ان المغرب الى ربح كيربح بواحد، والى لعبنا مع اضعف المنتخبات اللي كاينه في العالم مع وليد الركراكي بالضبط فهم كنقدوش نربحوا اكثر من 3 اهداف. فكنتمنى يكون حل من الحلول، وخير دليل شفنا الماتش ديال البارح ديال مانشستر سيتي كونتر استون فيلا، فبيب غوارديولا كنتمنى يستافد منه الركراكي. حنا عارفين ان الركراكي ما غيرقاش المستوى ديال غوارديولا وما عندوش اللعابه ديال غوارديولا، ولكن صح ان عندنا لعابه من طينا اللعابه الكبار، لان حتى ابراهيم دياز راه داز في مانشستر سيتي، عندنا حكيمي اللي داز في ريال مدريد، داز دابا في باريس سان جيرمان، عندنا لعابه الحمد لله اللي كبار، نصير المزراوي حتى هو في البايرن ميونخ، يعني عندنا لعابه اللي يستحقوا شي مدرب اللي يكون كيعرف كيفاش يوظفهم داخل الملعب. غوارديولا لعب مع استون فيلا، رجعت له بالكتله المنخفضه اللور بلوك با، لعبت بخمسه حتى سته المدافعين في اغلب الحالات، ورغم ذلك عرف كيفاش غوارديولا
يلعب اللعب التموضعي، يستغل انصاف المساحات، الفكره ديال اللاعب الثالث، الثنائيات العرضيات كيفاش يوسع الملعب، يعني التدخلات ديالو اثناء المباراه. المدرب كتلقى عنده واحد اللمسه، كتلقى عنده واحد التحضير، كتلقى عنده قراءه للمباريات، يعني كاين، ماشي مدرب اللي يلاه كيحط لك واحد الخطه كيبقى لاعب بها ديما، نهار كيبدلها كيقول لك انا بدل الخطه، ايوا عندكم تقتلوني. مدرب اللي فاقد كل شيء، فاقد كل شيء تاكتيكيا. مدرب صحيح انه كيجي الدفاع، مدرب كيعرف كيفاش يلعب كدفاع، يعني اعطيه شي فرقه اللي يلعب معها ولا كونترا احسن منه يقدر يدافع لك معاها ويرجع لك اللور ويجيب معاها بلانتيات ويربحها، ولا يقدر يضرب شي بيت ويخطف ويربح. وهذا التصريح ديالو اللي كان قالوه فاش كان في الفتح، وقال لهم انا خصني نضرب غير بيت ونرجع اللور، مالي انا نقصر انا البارسا. غوارديو عفوا ركراكي معروف الفلسفه ديالو الطريقه ديال اللعب ديالو، كنتمنى ما يبقاش بهذه الطريقه هذه، لان في كاس افريقيا ما غنحتاجوش الطريقه ديال ضرب بيت ورجع اللور، او رجع اللور وتسنى الخصم هو اللي يدير الفعل هو اللي يلعب. فهاد المره انت مطالب باش تسجل البيوت وباش تكتسح الخصم وباش تفرض عليه الضغط وباش تربكو ودير الاستحواذ، ولكن يكون الهدف يعني تسجل الاهداف، ماشي غير دير الاستحواذ السلبي ولا السيطره السلبيه. المهم الاخوان، نتوما واش مع بقاء ديال وليد الركراكي ولا مع الرحيل ديال وليد الركراكي؟ واش كتشوفوا ان الخطوات اللي كيدير وليد الركراكي في صالح المنتخب المغربي؟ كنتمنى تخلوا لي الاراء ديالكم في التعليقات، وما تنساوش تدعموني بلايك سبسكرايب جيم، شير الفيديو مع الاصدقاء ديالك. تعاونوا.